والله جوع عليا. ايه شوفوهم شوفوهم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شاركم طيبين ومبسوطين. واخيرا يا جماعة الخير حنلعب لعبة Days Gone مع بعض. طبعا لعبت انا شوية يعني اساس اني اوصل لمرحلة بعيدة ويكون اللعب شوية جميل وممتع، فاتمنى ان شاء الله المقطع هذا يعجبكم اللي فيه مقتطفات من كذا شغلة، وحشارككم انطباعي في نهاية المقطع. فقبل لا نبدأ الاشتراك واللايك والهم من هذا كله طبعا النشر، استمتعوا. طبعا لعبتها فترة انا اليوم كامل من قاعد يديك اسمع الدبلجة. ممكن نجيب لحم غزال لو ينفع. اوه طيب، ها بيتهيألي بأن كتير ما اصطدناش، هشوف لو هقدر اجيب شوية لحمة وانا برا. انت فاكر كنت بتعمل ايه؟ اه ايوه، كوب كان بيديني شوية نصايح، تصدق؟ كوب؟ لا مش مصدقك، شكرا ليك. طبعا ماشي، لازم الاقي اي لحمة، غزال، دب، ذئب، اي قرف مش فارقة. طيب الدبلجة بشكل عام للأمانة ما عجبتني، لأنه ما فيها إيموشن، ما تحس إنهم متفاعلين مع البيئة حقت اللعبة بشكل عام، يعني بدون مبالغة تحس كأنهم يطلعوك خارج أجواء اللعبة. يساعد أوريجون الحرة بالحقيقة، هذا هو رأيي بكل بساطة. وأي حاجة تانية يبتلينا بها العالم الجديد مو طبعا. أيوة نسيت أقول لكم، في الليل خلاص يا ابني خلاص، شكلهم متدمر يا كوب. بس اللي انت شايفه مفيش اي حاجه، في الليل ترى الوحوش يصيروا اقوى وهايجين اكتر. انا ممكن اشتري موتوسيكل جديد دلوقتي. هذا المكان ما ادري شرجته، بس في وحوش كثير دافنين او هنا او جثث، خلينا نقول هانت انيمال. أوبراين عايش ازاي بس؟ طيب عايش دحين بيقول حط لها روبوت اكسجين محلول عارف يخليها عايشة. كانت هتموت بعدها. يقول الغزال كيف ناشر الجيش للعلاج تنقذ حياتها. هو قال انه انقذ وراضي يموت تنقذ حياتها. هو قال انه انقذ حياتها. يلا يمكن لسه يمكن. لا 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 حصلنا لنا غزال عايش. اوه باقي اربعة كمان نصيد. اوكي طيب، يبغانا نصيد اربع غزلان، صدنا دحين واحد. يعكس علي. حلو، اعطونا سكيلز جديد او نقطة سكيلز خلينا نقول واحدة. مشكلة خوي وهذا غثر. تخلصنا من واحد. اقدر اتخلص اقلها من الثاني. حلو، إلى الآن أموري ماشية تمام يا جماعة. بس الدبان ما زال بعيد عني. غريب أنا كيف صار بعيد؟ والله ماني داري. أي مو عشان كنت أتبع هذولاك. أيوة صح، جينا حتى من هنا صح صح. أوكي انتهينا من ذا كمان. مع السلامة. لازم امشي مع الطريق على اساس ما ابغى فتاوي. دوس يا وحش. ما استمتعت بالدباب وانا معدل اخر شيء. وصلنا هنا. موت. لازم اتصرف. معايا كاتم صوت. اخيرا
يبغاني امسك الذيب اصلا. اوكي 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 غريب، ايش يبغى بالذيب؟ يبغى يصلخه. اوكي صلخنا، شوف النهايه معك. طيب حنشوف كمان هنا عندنا ذيبين زياده. اذا انت هنا هتحصل البنزين زي هذا الجالون الاحمر، هذا غازولين على قولتهم. فين دبابي؟ ايوه هنا، هتيجي كذا وتعبيه بالدائرة وتفلله يا حبيبي فل. هو ده، يا سلام. وتقدر تصلح الدباب كمان، بس طبعا لازم يكون معاك اللي هي الخردة عشان تقدر تزبط الدباب. طبعا ده المكان نظفته وزبطته، وفي زي المستشفى او زي العيادة خلينا نقول. طبعا السيارات حقت النقل دائما تحصل، اللي تسحب السيارات يعني تحصل فيها بنزين. هذا الكهف شوف الى الان الامور طيبة، بس هنا لا، بدوا يتكاثروا. في اول كان فاضي. زي ما قلت السواقة لك عليها شوية، والدباب يعني تحسن نسبيا. هذه منطقة ثانية مختلفة، لو تلاحظ الطيور هذه الكثير تدل على انه في جثث وفي اشياء، في بلاوي ذي الجهة هنا. مشكلة ما معايا نيران تكفي. هنا اقول لكم في البزارين الصغار بس ماني شايفهم لانه تحصلهم فوق البيوت. خليني ارمي عليهم نار. مشكلة ما معايا للاسف. بغيت اجيب العيد. هنا محطة بنزين، بس ما اقدر، ما ادري اقدر اعبي بنزين عادي زي الناس؟ ما قد جربت والله. يمديني، بس المشكلة في زومبي حيخرب. طيب انا حددت على مكان ننظف فيه الزومبي، عشان اوريكم كيف طريقة تنظيف القرى، لانه واحدة من الاشياء اللي لازم تهتم فيها هذه النقطة، لانه اذا زادوا الوحوش اعرف انه لازم يقفل عليهم المكان. شوف كيف كثيرين، انت لازم تجفف الاماكن اللي يطلعوا هم. بالضبط هنا افتكر اول في جروب كثيرين مره، كثيرين هنا. اي شوفهم كيف كثيرين، شايفين؟ ترى ودي اطل ورا بس والله. كيف دحين الحل يا جماعة؟ والله جايين نشوفهم زي الكتلة. كلب لا 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 ايوه نهرب بسرعة. لا يجون ذلك الكثيرين، لو جو الله يرحمني مقدما. وي 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 والله ينحست. ما ادري ايش اسوي، والله ما ادري ايش اسوي. سينجا عجل هيكس بريكس
سمعك سين جون حول. اوه بيجوا من هنا. شوف بسوي حركة. اطلع. هنشوف يقدر يطلعوا بالسلم. ما شاء الله ما شاء الله في عدة وفي أمور طيبة هنا. في كاتم صوت. أوه والله جوع علي. إيه شوفوهم 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 يا جماعة. كم معايا من القنابل؟ والله ما اعتقد تكفي. هل تتوقعوا فكرة حلوة لو اجذبهم هنا تحتي؟ يعني خلينا نشوف لنا مكان كذا اقدر ارمي فيه. خلينا نشوف نقدر نجمعهم. نشوف ايش حيصير. جذبتهم. ايوه شوفوا شوفوا جايين. اسحبوا مجرب. جو 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 نشوف. التموا التموا قاعدين ياكلون بعض ترى يسووها. شوف 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 اي فرصة ارمي لهم كمان واحدة ثانية. هلسع. اتحرق يا مسخ اتحرق. بس كيف رميتها انا وزبطت معايا؟ الحمد لله اقدر اسوي كرافتين. يا الله انا مرة هنا ومرة هنا ما ينفع. ابغاها على ذا الجروب اللي هنا. اما ما حركت ولا واحد. ايوه انحرق حرق وراح اطول واختله. عدس افقع. هاي خلاص دحين كذا احنا جففنا الاماكن حقتهم. وروني كيف حتطلع. وقف مسكتك يا حيوان مسكتك يا حيوان. كيف بس والله التأديب. ها يا روتش ايه الاخبار؟ شفت انا قلت لك اني مش عايز اقتلك. ديك لا انا ما عملتش اي حاجه. زي ما انتم شايفين صراحه اللعبه يعني بشكل جدا بسيط لانه احنا نزلنا لها تقييم موجود عندكم الروابط في الموقع. بس كحاجه انا لاحظتها للامانه
يمكن الجزئية الأولى من اللعبة كلها مكررة، وغير طبعا أنه فيها مشاكل تقنية، فتوقع فيه تحديث يمكن حينزل خلال اليومين هذه أكيد المفروض يعني افتراضا. بالإضافة لا ننسى كمان أنه الدبلجة خربت اللعبة بشكل عام، لأنه ما هي قاعدة تعطيني انطباع فعلا بالعواطف وبالأحاسيس اللي قاعدة تصير داخل اللعبة، فما توفقوا سوني من ناحية الدبلجة، اللي أتمنى أنهم خلاص وقفوا. اللهجة المصرية ترى مو في كل شيء، فبس هذه انطباعات البسيطة. والنور صراحة غريب، 360 النور يدور معك، ما أعرف صراحة شيء مرة غريب. فتقريبا هذه أبرز الأشياء اللي أنا لاحظتها كبداية، وقت ما ألعب كمان أكثر إن شاء الله حشارككم إياه، بس حيكون في الغالب في حساباتي الخاصة. فيعطيكم العافية على المتابعة، شكرا، مقطع جدا قريب، مع السلامة.